احنا نوضح هالأمور لماذا؟ حتى نركز على النقطة الأساسية. ترى إلى الآن في بعض الناس يقول مثلا المرجع الديني إذا كان بهذه الكيفية، إذا كان مثلا داخل في الأمر السياسي يستحق المرجعية، مو داخل في الأمر السياسي ما يستحق المرجعية، ثائر يستحق المرجعية، مو ثائر لا يستحق المرجعية. لا، المرجعية لها محدداتها الخاصة ومواصفاتها المعينة. تيجي هذه الأمور، قد يكون فد وضع من الأوضاع يستحق أن يتدخل هذا المرجع في الأمر السياسي بحسب تشخيصه يتدخل، في مكان آخر يرى أنه لا يستحق التدخل لا يتدخل، في مكان يستحق الثورة يثور، في مكان آخر لا يستحق لا يثور. فليس هناك ارتباط، إذا تريد تصير إمام لازم تطلع بالسيف ضد الحاكم الظالم، ليس كذلك. ولهذا مثل هؤلاء عندهم ورطة ويا الإمام الحسن عليه السلام. الإمام الحسن ما نهض بالسيف، بالعكس صالح، فجد سوي مع نص رسول الله صلى الله عليه وآله المشهور الحسن والحسين إمامان قام أو قعد. عندهم مشكلة ويا زين العابدين أيضا، يتخطوا زين العابدين كيف وهو والد زيد ابن علي، فالإمام من وين وصلت إلى زيد؟ عبر زين العابدين. في ما يقولون طيب إذا زين العابدين ما ثار بالسيف، ما قام ضد الظالمين ظاهرا كما هم يقولون، فهنا مشكلة.